أهلا بكم أعزائي المشاهدين. تم اكتشاف مدينة دورنكويو من طرف السائحين التونسي محمد شيخي والمغربي حسن أصهاد تحت سطح الأرض بمحافظة نوشهر في منطقة وسط الأناضول بتركيا على عمق يمتد ل 51 متر. أصبح هذا الاكتشاف الأثري من غرائب وعجائب الدنيا وأحد الاكتشافات الأثرية الأكثر إثارة للفضول في العالم، ليضاف سرا جديدا آخر إلى أسرار العالم القديم. وتم تسمية هذه المدينة التي تقع تحت الأرض بدورنكويو، والتي تعني البئر العميق نظرا لحجمها الكبير وعمقها الطويل تحت الأرض. فهذه المدينة لا تحتوي على مساكن للعيش ومطابخ وطرق فحسب، بل ضمت أيضا غرفا لصنع النبيذ واسطبلات وغرفا دينية وحتى مقابر كبيرة أيضا. ويعتقد أن الهدف من بناء هذه المدينة تحت الأرض هو الاحتماء والتخفي من أي خطر، حيث كانت بمداخل هذه المدينة صخور كبيرة تتدحرج لسد المنافذ ومنع دخول أي خطر إليها.